انا في هذه المهنه ديال القضاء لمده واحد 10 سنين ولمست واحد المشكل كبير هو المس انه هاد السوق ديال المزاد العلنيه مسدود محبوس وكنا ضايعين فيه، الدوله ضايعه فيه، المحاكم ضايعين فيه، الناس اللي عندهم مشاكل في المحاكم وبغاو داك البيانات دوك الاعاقه اللي تباعوا لهم ما كيتباعوش لهم او لا كيتباعوا بنسبه ضئيله، الناس ما واعينش، المعلومه ما كايناش، دونك مشاكل عديده. دونك بعد الدراسه لقينا حل هذه المشاكل كامله. لأول مرة في المغرب غادي يكون عندك واحد البورتاي واحد البورتاي اللي فيه كاع المعلومات على المزادات العلنية. الآن بدينا ب 54 مدينة، كل صباح عندك المعلومات على المزادات كاملة، تيتر فونسي، لادريس، النمرة ديال الميلف، كل شيء كاين. ثانيا درنا سونتر دابيل، مركز الخدمات، تعيط في التليفون يشرحوا لك المسطرة القانونية باش واخا كاع نعطيك المعلومه، الا ما كنتيش فاهم ما يمكنش غتساهم، ما يمكنش غتمشي لي زونشير، انت ما فاهمش كنفسروا لك. عجبك شي عقار وبغيتي تزايد عليه يمكن لك تطلب خبره فيها جميع المعلومات باش يمكن لك تساهم تمشي تزايد على ذاك حيت ما كاينش تزايد وانت ما عارفش، ما عندكش المعطيات القانونيه والتقنيه على العقار. والحاجه الرابعه ودرنا واحد لاكومبانيوم نمشيو معاك نهار المزاد وكاع اللي رسع لك المزاد نشدو ذاك المحضر ديال المحكمه وندو المحافظه وندوزو الاسم بسميتك، يعني غنسهلو المسطره كامله. والمشكل الخامس اللي هو لقيناه هو كولتوريل، هو الناس ما كيبغوش شي واحد كيقول لك انا ما نشريش محل في السيزي. هذه خصنا واحد الوعي، دابا حنا غندوخ خدامي بالوعي باش نوعيو الناس بانه ملي ما كتشريش انت في السيزي راه هذاك الاخر راه كيضيع، لان هو لا بونك ملي ما غاتشريش انت راه لا بونك ملي ما غايجي حتى واحد راه المحكمه كتهبط الثمن، دونك السيد اللي خصو يبيع كيبقى يهبط ليه الثمن ديالو، دونك راه حنا كنضيعوا داك السيد اللي كيتسناق الثمن. بالعكس خصنا ملي يكون مزاد خصنا نمشيو لعتقوه ونمشيو تزايدوا عليه ونمشيو داك العقار. دونك هو واحد الحمله تحسيسيه غتكون على المجال هذا ونتمنى التوفيق ان شاء الله بحول الله.